السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا ازاي نبدأ نعمل الجدول الزمني، وقلنا ان احنا نقدر نضيف اكتر من تاسك بالشكل دوت، وكل تاسك نديله الاسم بتاعه ونختار التاريخ بتاعه ونقدر نعدل فيه بسهولة بالشكل دوت. وهنشوف مع بعض ازاي نربط العناصر، لكن دلوقتي عايزين نشوف موضوع الترتيب. ممكن اقول له مثلا دي اطلع بيها فوق، خليها قبل ديت بحيث انها تجي بالشكل دوت، او تقولوا لا خليها هي اللي تحت فيبدأ يعيد ترتيبهم بالشكل دوت، او ممكن تقول له ان انا عايز اخلي دي تحت ديت، تمام، يعني دي المهمة الرئيسية وتحتيها كذا مهمة فرعية، تمام بالشكل دوت. خلينا نخفي ديت، لما تيجي تتعلم على ديت خلينا نعمل واحدة جديدة، هتلاقي ان هو بيديك الاختيار دوت ان انت end the select task مع الحاجة اللي قبلها. فانت لما تيجي تدوس على العلامة دي تلاقيهم كلهم مدرجين في التاسك الكبيرة دي. ممكن دي مثلا تثبت الفلور ومتقسم لكذا زون، زي ما نشوف مع بعض ازاي نقسم الزون. للأمانة البرنامج ده من أقوى البرامج اللي أنا اتعاملت معاها في موضوع الـ 4D والـ 5D.